نروح لمجموعه من الرسائل اللي دايما بنديها لحضرتك يوميا في صباح اون. المره دي هنكون مع الشيخ سيد شلبي، هو احد علماء الازهر الشريف، هيتكلم عن كيفيه صيانه القلب من الافات، الامراض والاحقاد والشرور وغيرها، ازاي تطهر قلبك وتتقيه او تحميه من اي من هذه الافات في التقرير الجاي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مشاهدين الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. في رمضان نلتقي لنرتقي. كتير جدا بيجي الناس يقولوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رمضان بتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، وينادي مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهل هذا الكلام صحيح؟ نقول لهم والله رمضان تفتح في أبواب الجنة، فبتلاقي أنوار الجنة وأنفاس الجنة بتطل على الناس ما بين المساجد وما بين موائد الرحمن وما بين أفعال الخيرات وما بين كل عمل طيب وتغلق. ولو لاحظنا هنا المشاهد الكريم إذا لاحظ كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش تفتح فيه أبواب الجنة أو تغلق أبواب النار، قال تفتح. تفتح هنا بالتشديد كناية عن أنها تفتح على مصراعيها فلا يغلق منها باب، وتغلق كناية على أن أبواب النار تغلق فلا يفتح منها باب، كما في سورة يوسف: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. غلقت الأبواب غير غلقت الأبواب. لو أنها غلقت الباب تبقى ردته رد عادي كده، إنما غلقت الأبواب أي أحكمت إغلاق الأبواب. عشان كده سيدنا النبي قال إيه؟ قال تفتح أبواب الجنة، يعني تفتح على مصراعيها، وتغلق أبواب النار أي تغلق على آخرها فلا يفتح منها باب. طب أبواب الجنة بتفتح وأبواب النار بتغلق والشياطين بتصفد، إحنا شايفين الناس في الشوارع عمالة تشتم أو عمالة تسيء لبعضها، أو ناس بتتخانق مع بعضهم، أو ناس بتفطر، أو منين الشيطان مصفد يا مولانا؟ ومنين كل اللي حاصل دون؟ القضية أبعد من ذلك، القضية قضية النفوس، وقد حكم القدوس ألا يدخل إلى حضرته أصحاب النفوس. يعني كل اللي داير دم الشياطين، لا دي أصعب من الشياطين، النفوس الأمارة بالسوء. الشيطان ده سهل تقدر عليه، ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الشيطان قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولما تكلم عن النفس قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة. أمارة ما قالش إن النفس لآمرة بالسوء، أمارة صيغة فعالة كأنها كثيرة الأمر بالسوء على صاحبها. إزاي تميز خطر النفس من خطر الشيطان؟ يعني تعرف الذنب ده بتاع النفس ولا بتاع الشيطان؟ ذنب الشيطان متحول، فيقوم يجي لك من الباب ده فتقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقوم سايبك ورايح على باب تاني من الشر، فتقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقوم سايبك ورايح على باب تالت من الشر. خاطر الشيطان دايما متحول. ليه؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طب وخاطر النفس؟ لا، خاطر النفس لحوح، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة أي كثيرة الأمر بالسوء في الأمر الذي أرادت. فتجلك من الناحية دي في الذنب فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تقول لك لا هي دي، فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تقول لك لا برضو هي دي. ولذلك في رمضان أخطر جهاد هيقابلك جهاد النفس، لأن جهاد الشيطان ده قضية منتهية. هو برقم واحد الشيطان كده ضعيف، يعني ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنما سلطانه على الذين يتولونه. وهو إبليس نفسه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وإنما الجهاد الأعظم اللي تقدر تربي نفسك عليه في رمضان جهاد النفس. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. سمى جهاد السيف وجهاد الأرواح إن ده جهاد أصغر،
وجهاد النفس سماه سيدنا النبي جهاد أكبر. علشان كده الإمام البصيري رحمه الله في قصيدته العصماء الموسومة بالبردة الشريفة جاء في باب مخالفة النفس، قال إيه؟ قال وخالف النفس والشيطان، أما أقدم النفس على الشيطان، ما جابش الشيطان الأول لأنه عارف أن النفس أصعب، لما عبر عنها الأمارة بالسوء، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. رأبها كده وهي بتعمل أي عمل، أنت بتعمله لله ولا للناس؟ انت بتعملي لله ولا للدنيا؟ انت بتعملي لله ولا مرضاه لنفسك عشان يبقى فيه عجب وفيه غرور وفيه وفيه وفيه؟ اذا قدرت تتحكم في النقطة دي فقد صمت على الحقيقة. عشان كده الصيام الحقيقي صيام القلب عن الآفات. القلب ده مداره مداري ما حدش شايفه. الجوارح الأولانية قلناها عن المخالفات، مش هتاكل، مش هتشرب، مش هتتكلم، مش هتغتاب، مش هتنم، مش هتجامع زوجتك، مش هتقتل حرام، دي كلها جوارح. إنما الصيام الأصعب صيام القلب بقى، إنك تقوم تطلعه على إيدك كده وتقول له فيك عجب قد إيه، وفيك غرور قد إيه، وفيك حقد قد إيه، وفيك حسد قد إيه، وفيك تعالي على الناس قد إيه، وفيك رياء قد إيه، وفيك وفيك وفيك، وتبدأ تطلع العيوب دي طول رمضان. ودي كلها عيوب نفس، يعني الحقد نفس، الحسد نفس، العجب نفس، الغرور نفس، الرياء نفس، الكبر نفس، النفاق نفس، كل دي أمراض نفوس. ولذلك الصعوبة كلها في رمضان مش ما تاكلش وما تشربش، دي مسألة بسيطة، إنما الصعوبة الحقيقية أن تأتي على أمراض النفس فتصوم بجوارحك عن المخالفات أولا وبقلبك عن الآفات ثانيا، فتكون قد حققت الدرجة الثانية من أنوار الصائمين. رزقنا الله وإياكم البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأمدنا وإياكم بمدد رسول الله دنيا وأخرى، ونستغفر الله من كل قول وعمل أردنا به وجهه فخالطنا فيه ما ليس له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي كانت مشاهدينا رسالة من رسائلنا اليومية الرمضانية اللي بنبعد عنها عن أي شيء ممكن يضر صيامنا. الصيام ليس أكل فقط، لكن كمان الآفات اللي موجودة في القلب، الغل والحقد والحسد وأي شيء ممكن يبطل صيامنا. فيا رب دايما أن احنا يثبتنا صيام الحقيقة زي ما صحيح. صيام الحقيقة فضيلة الشيخ صحيح.